السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاشة الريفت أول ما بيفتح معانا بيقول لي عايز تفتح مشروع قديم ولا تعمل مشروع جديد، وبيديني آخر 4 مشاريع اشتغلت فيهم. وبعد كده الفاميلي دي عاملة زي بلوكات، هل تحب تفتح فاميلي عشان تشتغل عليها ولا تعمل واحدة جديدة؟ تمام، أنا دلوقتي أختار أوبن بروجكت أو نيو بروجكت. نختار نيو بروجكت، بيقوم بتحميل الملف. تمام، دلوقتي انا عايز ارجع للشاشه الاساسيه اللي انا كنت فيها. هنجي هنا يوزر انترفيس واختار ريسنت فايلز. خلاص نقلنا للشاشه ديت لو انا عايز افتح ملف تاني او اعدل فاميلي او اي حاجه من الحاجات ديت. تمام، هلغي الاختيار دوت عشان ارجع للشكل العادي. تمام، ممكن الغي بروجكت براوزر. لو عايز اجيبه تاني يوزر انترفيس بختار بروجكت براوزر، اظهر معايا سيستم براوزر، ده في السيستم الموجود ميكانيكال بايبنج والكتريكال. تمام، هو لسه لغاية دلوقتي فاضي، ما عملتش لسه اي حاجة فيه، ما ضفتش اي سيستم فيه. تمام، عندي نافيجيشن بار اللي هو دوت، ممكن اخفيه او ازهره زي ما انا عايز. تمام، سبيس بار اللي هو تحت خالص اقدر ازهره واخفيه حسب ما انا محتاج.